حركة حركة بشويش خالص. تمام يلا حركة حركة. اتفضل يا سامي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس قناة سي تي في، بأهنئ أسرة برنامج بستان العقيدة على هذه المناسبة السعيدة، وأشكرهم على مجهودهم الكبير في خدمة نشر الإيمان المسيحي والتعليم الأرثوذكسي المستقيم. البعض بيشوف ان الكلام في العقيده واللاهوت شيء صعب جدا، والبعض الاخر بيقول ده تشدد وتعصب. علشان كده عملنا برنامج بستان العقيده. متشرفه جدا على مدار 3 سنوات ان اكون مع نيافه الحبر الجليل الانبا رافائيل. الحقيقه خليني اشارككم بحاجه يمكن دايما بسمعها في الشارع. ناس كتير بتشوفني تقول احنا معجبين بيكي جدا في برنامج الانبا رافائيل. بيبقوا ناسين اسمي، ناسين اسم البرنامج، لكن فاكرين الانبا رافائيل. شرف ليا جدا ان انا على مدار 3 سنين بعمل مع هذا فعلا العملاق الكبير. أشكر مدام ميرفت وكل العاملين، أنا مش حافظ الأسامي لكن كلهم محفوظين في قلبي. احنا النهاردة جايين نقول سي تي في كل سنة وانت طيبة من استوديو بستان العقيدة، البرنامج اللي أنا تشرفت إن أنا أقوم بالإخراج بتاعه مع زميلتي ماريان وصفي، لأنه برنامج من أحب البرامج اللي في القناة والناس كلها بتحب تشاهدها جدا، وبيخاطب الفئات من الشباب ومن الأهالي، وبنحاول على قد ما نقدر إن احنا ننزل نصور تقارير ونجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم، سواء أسئلة عقادية أو طقسية أو أسئلة في أي مجال سيدنا الأنبا رافائيل بيجاوب عليها وبيبسط المعلومة جدا، سواء من خلال التقارير أو من خلال الفقرة الحوارية اللي بتدور في الاستوديو. أنا مبسوطة أن أنا بشتغل في برنامج بستان العقيدة. أنا عن نفسي على مستوى الشخصي بتعلم منه كتير، وبتعلم من سيدنا الأنبا رافائيل كتير. والحاجات الحلوة في البرنامج إن إحنا بنروح كل الكنائس، لو بعتولنا على الإيميل بتاع البرنامج أو الفيسبوك أي كنيسة عايزين تروحوها إحنا هنروح لكم وهناخد أسئلتكم اللي سيدنا هيجاوب عليها، وهتكون حاجة حلوة إن إحنا كلنا نتعلم حاجات عن العقيدة بتاعتنا وعن كنيستنا الأرثوذكسية. أنا فخور إن أنا بقالي 10 سنين في سي تي في، عدت أيام كتير حلوة علينا وإحنا في سي تي في. انا عايز اقول سي تي في بعد 10 سنين كل سنه وانت طيبه. سي تي في انا اتعلمت منها حاجات كتير قوي، اثرت فيا وفي شخصيتي، علمتني ازاي اتعامل مع الناس كويس، ازاي اتعامل مع المخرجين، علمتني ازاي ابقى اعرف اشتغل اكتر على البرامج بتاعتنا، علمتني ازاي ابقى كرييتيف اكتر، ادتني خبره في كل حاجه. طبعا فرقت معايا 10 سنين بحالهم ان انا اكون متواجد في مكان كبير زي سي تي في، ازاي المكان الكبير بيكبر صحابه. الحقيقة بيعملوا مجهود ضخم في الاعداد وفي التصوير وفي المونتاج وفي العرض، يعني بيدونا فرصة ان احنا من خلال البرنامج نوصل لكل بيت ولكل ودن وكل قلب، علشان التعليم السليم اللي ربنا ائتمنا عليه يصل إلى كل إنسان ويعرف إيه الرأي السليم من جهة الإيمان الأرثوذكسي وكنيستنا القبطية. إحنا النهاردة جايين نقول سي تي في كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا سي تي في، ودايما في نمو وازدهار وعقبال مليون سنة. أحب أقول لسي تي في عيد ميلادها العاشر كل سنة وانت طيبة يا سي تي في. كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنة. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يبارك كل مجهود لمجد اسمه القدوس وبنيان الكنيسة وخلاص كل نفس. كل سنة وسي تي في طيبة. سي تي في ربنا موجود.